السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الأولى من تختيم لعبة Shadow of the Colossus أو ظلال العمالقة، واللعبة راحت للكاتسين على طول. أرجع يا حبيبي. قبل لا نبدأ كالعادة لا تنسى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات أول ما تنزل. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. طبعا بلعب على صعوبة او شو اسمه اصعب صعوبة عشان اللعبة تصير امتع بالنسبة لي. فيلا بسم الله نبدأ على طول للكاتسين ولمع المعبد الموجود في هذا المكان. لميز شارف ذا كلاسس عندي انا الموسيقى مرة جميلة. هذا حين اللي اسمه واندرر او رحالة ممكن نترجمها بالعربي، وصل الى هذا المكان عشان لسبب ما. ليش جاي ما ندري، نكتشف الان. جاي مع سيفه وحصانه وعنده احد جاي مع شخص ثاني. والباب وراه تسكر، ما في رجعة. وصلنا إلى المعبد أو مكان التماثيل، تماثيل العمالقة. Thank you.
طبعا هذه حبيبته الميتة جا هنا عشان يشوف إذا يقدر يرجعها للحياة. قصة الأرض هذه لك المكان بدأ من صدى تقاطع نقاط هامة. مع ذكريات حل محلها العدم وحفرت على الحجارة. Amnos Creedu Laomism Wop was Uedula's also view of this is view. من يستطيع عدد أرواح الموتى؟ لولولا لكن ممنوع دخول الأرض، محرما دخولها. طبعا الشخص او الشيء اللي يقدر يرجح للحياة ما له شكل، وبس نسمع صوته. مخلوقات الظل. خمسة ها، بس هو عنده سيف خاص. السيف القديم. إذن أنت إنسان لأن يقدر يمسك السيف. دورمن المكان واقع في نهاية العالم. صوت حيادي، صوت في صوت مرة وصوت رجال في نفس الوقت. تم الضحية بها لأن قدرها ملعون. أوه الموسيقى، الموسيقى. روح تلك الفتاة. بس يمديه بهذا السيف. أورونورا بس في شروط، مو منه الطريق. بننفذ لك طلبك. التماثيل لا تقف على جنب الحائط، يجب أن تدمرها جميعا. هذا زي ختم، ختم دورمن مختوم حتى التماثيل. ما أقدر أدمر التمثال مباشرة. يوتو يوبيت سندا
أجساد عملاقة أو عمالقة. حذروه، لاحظوا، انتبهوا من الحين شو على النهاية. حذروه من البداية، حذروه ان الثمن ما بيكون رخيص، بيكون باهظ. بس ما قال لي وش بصير. اخ جمال عالم هاللعبة. ارفع سيفك تحت الضوء. واتجه نحو المكان الذي يشير اليه ضوء السيف. Alright. لو الحين رفعنا سيفنا في مكان في ضوء يحدد لنا هدفنا، وأول كولاساي أو العملاق الأول بيكون من هذا الاتجاه. فيلا يا حصاني. طبعا حصاني اسمه أغرو، بس خلينا نتذكر تحكم. طبعا الناس واجد يلعبوا هاللعبة وما يستحملوا يتركوها، مسوى التحكم فيها شوي مزعج، بس لو تعودت عليه بيكون كويس. طبعا هذه اللعبة انا اول ما لعبتها ما كنت ادري ان تقدر تزيد الستامينا حقتك والصحة. في اشياء تجمعها في اللعبة، في عالم اللعبة، زي هذه الشجرة اللي قدامنا الحين ما نروح لها، بس خلينا نروح. تقدر فيها فواكه اذا اكلتها تزيد صحتك، وفي اشياء ثانية عشان تزيد الستامينا. اذا شفناها اوريكم، خلينا بس نطلع القوس. اشوف فاكهة. فاكهة هذه اللي طاحت. كيف اخذها لكن؟ هذا يزيد صحتنا شوي، شوف كيف صحتنا تغيرت. طبعا موجودين في اماكن مختلفة من العالم، العالم كبير. وفي معابد او مجسمات عليها سحالي، هذه السحليه اذا قتلتها وتجمع ديول السحالي تزيد الاستامنة حقاتك. ويلا نتجه لاول كلاساي. ان شاء الله بحاول اني اخلي في الفيديو الواحد عملاقين اثنين نقتلهم. اوكي نحتاج نركب فوق عشان نوصل للعملاق. اخ الموسيقى في اللعبة. طبعا اول عملاق بيكون بدون حصاننا، بس في عمالقة ثانيين نقدر نستخدم حصاننا مع في قتالهم. اوكي بس نتسلق هنا ونوصل لي. بس لا تلاحظ إذا مسكنا الاستامنا عندنا تصغر، شوف الدائرة تصغر. هذا هو نظام الجيم بلاي في هاللعبة. وهذا هو العملاق عندنا.
اوكي الان عندنا قدره الى رفعنا السيف مره ثانيه. لا لا السيف يا حبيبي رفعنا السيف مره ثانيه يبين لنا نقاط ضعفه. شوف بين لنا نقاط ضعفه ونقاط الدم اللي عنده في جسمه. فالحين عشان نقدر كل عملاق في اللعبه عنده طريقه مختلفه عشان تهزمه. ما في اي واحد منهم طريقتهم نفس الشيء عشان تهزمه. كل واحد غير عن الثاني. دقيقه خلنا نطلق عليه عشان ينتبه لنا. اوكي انتبه. الان نضرب الجرح عشان طيحه. لا لا طيح لا طيح لا طيح. اوكي نايس كده طاح. الحين بدنا نتسلقه. بس انتبه للستامنا، الستامنا اذا خلصها تطيح. شوف اول شيء هذا هو الفرق بين المود الصعب والمود العادي. المود الصعب يعطيك اكثر من منطقة فيها شو اسمه تحتاج انك تضربها. نايس. لكننا منطيح استعملنا خلصات. طحنا. اوكي الاستامنا خلصت. خلي الاستامنا ترجع. نركب نتسلق مرة ثانية. نضرب الجرح عشان يطيح مرة ثانية. طاح مرة ثانية. بسرعة بسرعة. بس نوقف عشان الاستامنة ترجع. دقيقة شكلها الايد ما خلصها. بس خلينا نروح للراس. طبعا لما يعرف شارف ذا كلاسس لعبه نزلت البلاي ستيشن 2 وصار لها ريميك في 2018. نزل لها ريميك فهذا انا قاعد العب الريميك. اوكي اوكي باقي نضرب ايده. الان نرجع نضرب ايده. ونهزمه. ها دقيقة. ها نايس. كده هزمنا اول عملاق. وشوف بعد ما تقتل كل عملاق يصير شيء زي شيء غريب زي كذا. تطلع ظلال سوداء من العملاق وتدخل فيك وتموت. بس ترجع ترجع لوين؟ لمكان دورمان. Thank you.
رجعنا للمكان دورمان، والحين تمثال كلاء العملاق الأول بيتدمر بما أن دمرنا العملاق أو قتلنا العملاق. عدوك التالي هو في الكهف الذي على شاطئ البحر، يتحرك ببطء، استجمع شجاعتك لتهزمه. أقوى طبعا لو أشرنا الحين هذا هو اتجاه العملاق الثاني، بس مو نتجه من هنا، نطلع من المكان مكان دورمن. ونتجه العملاق من هذه الجهة. طبعا العالم هذا ما مو موجود فيه إلا العمالقة ومخلوقات حيوانات بسيطة، بشر ما فيه بشر. وتشوف هذا الجسر العملاق اللي جينا منه. هذا هو الشاطئ على البحر، ولو أشرنا العملاق دقيقة. أيوة نكمل مع الجهة. أنا طبعا أتمنى إنك تسوي اللعبة شو اسمه، ينزل اللعبة على البي سي، لأن شو اسمه تشوف كيف التكستشرز حق العالم low resolution. اوب 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 اوكي، احنا على الطريق الصحيح. وصلنا إلى مكان العملاق الثاني. هذا هو العملاق الثاني أو عملاق الثور. طبعا كالعادة تأشر بالسيف عشان تشوف نقطة ضعفه، ولو طلعت نقطة ضعفه في رجائله عشان نقدر ننزله. لازم نجي جنبه هنا ونطلق على حافر رجله عشان يطيح. اوكي
شوف لا تغيرت عيونه صارت زي البرتقالة يعني، هذا شافنا وبيهجم علينا. نايس ضربته، الحين بيطيح ونقدر نتسلق فوقه. طبعا هذا الحبيب في نقطتين ضعف، واحدة عند راسه كالعادة وواحدة ورا في مؤخرته. نتسلق، خلي الستامنة حقتنا ترجع. واحدة مو بمؤخرته، واحدة على جنبه. ليش ما ضربته؟ إلا ضربت ضربته ما يبين. لين ما تختفي ما نقدر نضربها. ما قدر ابعد، لا اختفت خلاص. بسرعة قبل لا السماء تخلص. اوكي خلصت الاستامنة حقنا. نايس ضربت رجولة. مفروض في بعد نقطة ضعف ورا هنا. بسرعة استامنة هتخلص. اوكي اوه خلي استامنة ترجع بس. نايس اخر ضربة. اوكي الحين باقي نروح للراس. لا 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 شيك ات اوف شيك ات اوف. مصر انه يطيحني. لا 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 اطيح 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 اطيح. اوف شوي بطيح. سامنا سامنا سامنا. ضربة اخيرة. العملاق الثاني ازداد. عدوك التالي هو مظلة عملاقة ترتفع إلى السماء. غضب العملاق النام يهز الأرض.
اوكي بقى، بما ان هزمنا عملاقين فتوقع انها نقطة ممتازة اني اوقف فيها حلقة اليوم، وان شاء الله نكمل في الحلقة الجاية. نسوا تحطوا لايك وتشتركوا اذا ما انتم مشتركين في القناة، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات اول ما تنزل. وان شاء الله بشوفكم في الحلقة الجاية، مع السلامة.